بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم طلبتنا الأعزاء في محاضرة الأسبوع الرابع. اليوم راح نتناول هاي المحاضرة مالتنا على برنامج الأكسل. راح ناخذ برنامج الأكسل اللي هو ضمن إصدارات أوفيس 2010. طبعا راح ناخذ برنامج اكسل 2010، يعني هو هذا يعتبر اكو اقدم منه، بس بعد يعني يشتغلون به. الحد الادنى اللي يشتغلون به هو الاكسل 2010. اكو اصدارات قديمه بعد قليل يتعاملون بها 2003 و2007، بس قشده يتعاملون بها 2010. لذلك راح ناخذ اكسل 2010 ضمن اصدارات الاوفيس 2010. راح ناخذ مفهوم البرنامج وفوائده ومواصفاته طرق تشغيله، نتطرق للشاشة الرئيسية ومكوناتها والأشرطة اللي بيها وأنواعها. إذن كل هاي المفردات راح ناخذها إن شاء الله بالمحاضرة الرابعة لهذا اليوم. اللي عنده حاسب يقدر يتابع وياي، واللي ما عنده حاسبه راح ننزلها PDF، وإذا صار فرصة إن عملي بالمعهد نطبق إن شاء الله بإذن الله عملي. شنو الأكسل اللي هو مايكروسوفت أكسل 2010؟ هو أحد البرامج اللي نتجتها شركة مايكروسوفت، وهو أداة مهمة لحفظ وتنظيم بيانات والتعامل مع الجداول والأرقام، حيث يحتوي هذا البرنامج على عشرات الدوائر المختلفة في عملها المالية الإحصائية ودول المثلثات الرياضيات، ومنها كتابة الكثير من المعادلات الرياضية. كذلك تستطيع عن طريق البرنامج أن تنجز عمليات فرز وتصفية البيانات، تحويل البيانات إلى مخططات عمودية دائرية نسيجية هرمية، وتحليل معلومات وإعداد تقارير خلال لحظات قليلة. إذن إحدى العوامل اللي يسهل لك واي شغل هو برنامج الأكسل اللي يتعامل مع حفظ وتنظيم بيانات وتداول، كذلك ينطيك مخططات أو نتائج عمودية ودائرية ونسيجية. لأن أحد برامج المايكروسوفت إكسل إلى 2010 هذا الإصدار هو. راح ناخذ أهم استخدامات برنامج الإكسل. المحاسبة يمكن استخدام ميزات الحساب الفعال المضمنة في الإكسل العديد من البيانات المحاسبية المالية، مثل بيانات التدفق المالي النقدي وبيانات الدخل أو بيانات الأرباح. في الموازنة، سواء كانت متطلبات شخصية أو مهنية، يمكن إنشاء أي نوع من الموازنات في الإكسل، مثل خطة موازنة تسويقية أو موازنة تقاعد أو غيرها. الفاتورة والمبيعات، أيضا بيانات الفاتورة والمبيعات، يمكن إنشاء نماذج تحتاج إلى مثل فواتير المبيعات وكشف التعبئة وأوامر الشراء. إعداد تقارير، تستطيع إنشاء أنواع متعددة من التقارير بالأكسل. التقارير التي تقيس أداء المشروع، أو التقارير تظهر تباين بين النتائج المرسومة والنتائج الفعلية. التقارير يمكنك استخدام تنبؤات البيانات. التخطيط، إذا متميز إنشاء خطط مهنية وتخطيطات مفيدة، مثل خطة أسبوعية لفصل دراسي، أو خطة لبحث تسويقي، أو خطة ضريبية لنهاية عام، أو تخطيط تساعدك في تخطيط واجبات أو الحفلات أو العطل الأسبوعية. التعقب، يمكن استخدام الأكسل التعقب البيانات الموجودة في كشف الحضور، حضور، انصراف، تبويب. زين، تعقب العمل، التبويب، جرد خاصة بتعقب الأجهزة. استخدام تقويمات، ملائم بشكل جيد لإنشاء أي نوع من التقويمات، بذلك فضل مساحة عمل الأكسل التي تشبه الشبكة، مثل التقويم الأكاديمي، الأنشطة أثناء العام الدراسي، أو تقييم سنة مالية، تعقب حدث ما أو الأحداث الرئيسية. أي أهم استخدامات برنامج الأكسل الشائعة؟ نروح إلى شلون نفتح برنامج الأكسل. إذا عندك شان الحاسبة، فإحدى الطرق تفتح من خلالها برنامج الأكسل. الطريقة الأولى من قائمة ستارت على نحو التالي: ستارت، تطلع لك أول بروجرامز، تدخل على مايكروسوفت، تدخل على مايكروسوفت، تختار مايكروسوفت اكسل 2010 حسب الاصدار انت اللي منزله. هذه الطريقه الاولى.
من قائمة ستارت. الطريقة الثانية تقدر من المكان المخزون فيه، تكون مخزنة ماي كمبيوتر لوكال ديسك سي بروجرام فايل فايلز عفوا مايكروسوفت اوفيس اوفيس، انه بتروح الى الاكسل. اذا هاي الطريقه الثانيه تشغيله من المكان المخزون فيه، حيث يكون اكسل على شكل اكس بلون اخضر، هاي رمز الاكسل. الطريقه الثالثه بالضغط على مختصر برنامج، نبغى عند التثبيت اكو يقول لك ايش لك المختصر على سطح المكتب، اذا انت موجود على سطح المكتب تديره مباشره من سطح المكتب، تفتح ايضا البرنامج. او كتابه اكسل في حقل البحث ضمن قائمه ستارت، ايضا ها طريقه اخرى، قائمه البحث تكتب اكسل زين اعتيادي، راح تدوس بحث يطلع لك برنامج الاكسل مباشره. اذا ها طرق فتح برنامج الاكسل. اغلاقه بسيط، هذا العلامه، عدة طرق من خلال علامه الاكس الموجوده في شريط البرنامج اكسل، اكو خلال تبويب الملف، اكو عندنا بالملف تختار اعاده انهاء، او خلال الاختصار الالت زد اف 4. اذا هاي طرق اغلاقه، اما من حرف الاكس الموجوده في الجهه اليمنى او الجهه اليسرى حسب نظام كان عربي او انجليزي، او من خلال تبويب ملف، عندك ملف اذا تدخل عليه ايضا بعمليه انهاء، او من خلال اختصار الت زد اف 4. ملاحظه عندنا برنامج الاكس والامتداد مالته الاكس ال اس اكس، هو امتداد، هذا رمز الامتداد ماله، يسمى ملف برنامج اكسل المصنف ورك بوك، دائما المصنف مالته الاكس يسمى ورك بوك، بينما بالرمز الوورد يسمى دوكيومنت. اذا المصنف مالت الاكسل يسمى ورك بوك، بينما بالوورد كان عندنا يسمى مستند دوكيومنت. ملاحظه واحد خليها بنظر الاعتبار، واي امتداد نشوف انت هذا النوع اكس ال اس اكس، اذا تعرف هذا ملف اكسل. الواجهه الرئيسيه برنامج الاكسل 2010، طبعا هاي الواجهه الرئيسيه برنامج اكسل 2010 طبعا باللغه العربيه وكو باللغه الانجليزيه، ما اسمعك فرق، نفس الواجهه بس مجرد الكتابه. يتعامل برنامج اكسل مع البيانات خلال مصنفات وورق العمل، حيث يتم حفظ البيانات داخل ورقه ورك بوك، لان هاي الصفحه بالنص ورك بوك مثل ما كانت بيانات تحفظ في الوورد داخل المستند، يكون مصنف من عدد اوراق، اذا كان ورقه واحده ورك بوك، اذا عندك اوراق تصير ورك شيت، مثل ما كانت المستند في برنامج الوورد يكون عنده صفحات، يتم تحديد عدد بناء على رغبه المستخدم، تكون نافذه الواجهه الرئيسيه برنامج الاكسل فما في الشكل. اذا هاي من تفتح برنامج الاكسل راح تطلع لك عندك هاي النافذه، ندخل على هالنافذه من تتكون. النافذه برنامج تكون من عده اشرطه زين، هاي الاشرطه موضحه بالشكل زين، وراح ناخذ كل شريط وش يحتوي من رموز تفاصيل. عندنا الشريط الرئيسي شريط العنوان، هذا الشريط الرئيسي شريط العنوان، هذا الشريط شريط التبويب تبويبات ملف، هذا الشريط شريط المجموعات، عندك هاي الأعمدة، وعندك أيضا هاي الصفوف، وهاي شريط الصيغة زين، عندك هنا الخلية اللي تقاطع بين الأعمدة والصفوف، عندك هذا شريط التمرير، هذا شريط التمرير، عندك هذا بالأسفل شريط الحالة زين، اللي بيه مجموعة شغلات نزل نوضحها، وهاي كل تقريبا الأشرطة اللي موجودة في واجهة البرنامج. راح ناخذ تفاصيل أكثر ونحكي على كل شريط وتفاصيله. شريط العنوان، الشريط الرئيسي اللي فوق يسموه شريط العنوان، شو يحتوي؟ بالغلق والفتح والتصغير والتكبير، أدني اثنين إيقونات رئيسية في معظم نوافذ ويندوز، بالإضافة لاسم البرنامج اللي هو مايكروسوفت اكسل زين، والصفحة أنت تتعامل بها اللي هي بوك 1 أو بوك 2 زين، الآن تغييرها حسب أنت من تعطي خزنة احتياج تغيرها بوك 1 بوك 2، الآن تغير الخزنة تتغير.
وكذلك يحتوي شريط الوصول السريع. هذا شريط الوصول السريع بأدوات أنت تستخدمها بسرعة مثل خزن، فتح، تراجع، اسمه شريط الوصول السريع، موجود هنا بالصفحة. جهة اليمين بالنسبة للعربي، بالإنجليزي جهة اليسار. طبعا بالإنجليزي تنقلب هاي الشغلة، هاي يصير هنا وهاي يصير هنا. إذا هاي شريط العنوان، خلينا نعرف التفاصيل، وشريط الأدوات أو شريط الوصول السريع أيضا وضحنا بيه. التبويبات، تبويب عندك، التبويبات تبويب ملف. شو يحتوي تبويب ملف؟ التبويب الرئيسي. أهم تبويبات برنامج الأكسل، يحتوي مجموعة من الإعازات تستخدم التعامل مع مصنف برنامج الأكسل، مثل فتح بفتح، وفتح حفظ، حفظ باسم، زين. إذا بمجموع طباعة، حفظ وإرسال. إذا مصنف ملف به مجموعة تعليمات مهمة، زين، نحتاجها في البرنامج، اللي هي الحفظ وحفظ باسم وطباعة، وهو حفظ وإرسال وتعليمات. كذلك يحتوي على معلومات حول المصنف، حول البرنامج والإصدارات مالته والخصائص اللي تشمله. إذا تبويب ملف، أول تبويبات برنامج أكسل اللي يحتوي مجموعة إعازات، اللي هي الإعازات موضحة عندكم، زين. وكذلك يحتوي على معلومات حول المصنف أو حول الصفحة أنت اللي تريدها، والحماية مالتها، زين، وإصدارات البرنامج، وكذلك بعض الخصائص. تفاصيل أكثر للشريط الرئيسي. الشريط الرئيسي قلنا يحتوي على شنو؟ أول شيء هو هذا الملف اللي حكينا عليه، أول واحد هذا. الشريط الرئيسي شريط التبويبات، شريط يحتوي على 8 تبويبات، اللي هي شنو هي؟ الملف، الصفحة الرئيسية، إدراج، تخطيط صفحة، صيغ، بيانات، مراجعة، وعرض. كان وضح عندكم هسه هاي الصورة بالأسفل. كل تبويب يحتوي على عدد من المجاميع. هذا كل تبويب يحتوي على عدد من المجاميع، اللي بدوره تحته على رموز أدوات تساعد على تنفذ مجموعة من الإعازات المتعلقة ببعضها البعض، تستخدم لتنفيذ مهام محددة. كذلك يوجد بالزاوية اليسرى، فاهم، الزاوية اليسرى كل مجموعة أكو سهم صغير، زين، سهم صغير بالزاوية اليسرى يتيح لك خيارات إضافية للمجموعة، يضيف خيارات إضافية للمجموعة كما في الشكل مبين في الصورة. إذا الشريط الرئيسي، شريط التبويبات يحتوي على الملف، الصفحة الرئيسية، والإدراج، وتخطيط الصفحة، والصيغ، والبيانات، والمراجعة، والعرض. كل تبويب يحتوي على مجاميع، زين، هاي المجاميع تحتوي على رموز، زين، وبدور هاي الرموز راح تنفذ لك من تضغط عليها مجموعة، نفذت مجموعة من الإعازات مرتبطة مع بعضها. كذلك يوجد سهم من نهاية كل مجموعة يضيف لك شغلات إضافية للمجموعة إذا أنت تحتاجها. إذا هذا الشريط الرئيسي أو شريط التبويبات. عندنا ملاحظة نفس الوقت، هالملاحظة أنت بتخلي الماوس على كل مجموعة نفس البرنامج ينطيك شنو؟ هاي المجموعة شو تسوي؟ يعطيك عرض مساعدة تشرح وظيفة كل رمز. إذا قمت بتحريك أي مؤشر فوق الرموز، خلي المؤشر على الرموز، راح تطلع لك عرض المساعدة المبثقة تشرح لك وظيفة كل رمز. يمكن إخفاء المجاميع الظاهرة تبويب التبويبات من خلال لغة على رمز التصغير الموجود في الشريط. يمكن التضيف أو تحذف بعض الأشرطة من خلال النقر على رمز التصغير الشريط الموجود في الجهة اليسرى من برنامج الأكسل. زين، هاي عن طريق هذا السهم هنا الموجود، تكليك عليه راح تختفي هاي المجاميع، تبقى فقط العناوين. تريد ترجعها تدوس كليك آخر تطلع لك هاي المجاميع. لاستعادة المجاميع التبويب بعد إخفائها، أما نضغط على هذا السهم أو تضغط مفتاح كنترول زائد F1 من لوحة المفاتيح. مساحة العمل أو ورك شيت، هاي المنطقة بالنص يسموها مساحة العمل أو ورك شيت، تتكون من أعمدة، هاي الأعمدة
اللي هي برموز A B C D، مجموعة أعمدة، زين، حسب الحروف الأبجدية الـ A B C D، زين، بتكون كم عدد الأعمدة؟ 16384 عمود، زين، ومن صفوف، هاي الصفوف، صفوف، قد عددها؟ 1,048,576 صف، معنون بالأرقام من رقم 1 إلى 1,048,576. ونقطة التقاء العمود بالصف تسمى خلية، إذا نقطة التقاء العمود بالصف تسمى الخلية، إذا هاي باللون الأزرق تسمى خلية. زين، تسمى الخلية باسم الصف والعمود اللي تقطع به. فخلية دي 5 مثل هاي دي 5، شو تمثل لك دي 5؟ يعني عمود دي 5 اللي هو الصف، لأن ناتج من تقاطع العمود دي مع الصف 5. أما الخلية بي سي 45 ناتجة من تقاطع العمود بي سي مع الصف 45، وهكذا في الشكل. الخلايا الغامقة هي بي 3 مثل ما وضح لكم، الخلايا الغامقة دي 8 وإف 5. إذا التقاء العمود بالصف يمثل لك خلية، زين، والخلية تحتوي على رقم معين أو معلومة معينة تظهر هنا، كذلك تظهر هنا العمليات التجزئة على الخلية. إذا هاي الخلية وهنا العمليات التجزئة على الخلية، هذا راح نتطرق لها. الخلية تعتبر العنصر الأساسي لتعامل البيانات، حيث تدرج بيانات داخل الخلية. يمكن استدعاء البيانات في الخلية من خلال اسم الخلية، فمثلا المعادلة D2 إلى D5 تعني جمع البيانات الموجودة في الخلية دي مع البيانات الموجودة في الخلية B7، حيث أن اسم الخلية يعمل كأنه متغير يأخذ قيم من محتوى الخلية. ففي الشكل يكون ناتج بي هو 14، لأن بي 7 9 وبي 5 بي 2 هو 5. طبعا إذا كانت دي 7 عفوا دي 2 بي 5 وبي 7 بي 9، وأنت كتبت أمر نوضح بعض مكان وضع الأمر فاكشن، إنه الفاكشن يساوي دي 2 زائد بي 7، راح يطلع لك الناتج يساوي لنا 14، اللي راح يصير جمع الخمسة ويا التسعة، محتوى الخلية دي 2 مع محتوى الخلية بي 7، ويكون المحصلة اللي هي 14. الخلية النشطة دائما يكون شيء محاطة بخط أسود، دائما الخلية النشطة إحدى خلايا ورقة العمل بناء الأكسل تمتلك التركيز الحالي تربية مع ذواتي عازات، تظهر الخلية النشطة بيضاء محاطة بإطار أسود غامق تمييزا من خلال تحديد العمود والصف كما في الشكل. إذا الخلية النشطة تكون محاطة بإطار أسود. مدى الخلايا النطاق الخلايا، مجموعة الخلايا تأخذ هذا المجاميع، الخلايا تأخذ مجاميع أفقية، كذلك تأخذ مجاميع عمودية، كذلك من تأخذ مجاميع أفقية وعمودية. هاي أمثلة توضح لكم لكل نوع. المدى الأفقي يشمل على خلايا تاخذ المدى الافقي، مدى خلايا افقيه تبدي بمن؟ بي 3 بي 3 وتنتهي ب اتش ايضا 3. اذا بي 3 اتش 3 هنا يسمون المدى الافقي، تاخذ خلايا بشكل افقي. زين، المدى العمودي مثل عندك هنا سي 6 اي سي، أول واحدة تبدي ب 6 6 وتنتهي سي 14، هاي المدى العمودي. المدى الأفقي والعمودي الذي يشمل على خلايا متتالية أفقيا وعموديا في آن واحد كما في الشكل. المدى الأفقي راح يذكر لك أول خلية اللي هي إي 6 هنا، إي 6، وآخر خلية هنا ايش قد راح يصير؟ اتش قد اتش 13 تعتبره هنا اتش 13. اذا مدى نطاق الخلايا اكو عندنا افقي وعندنا عمودي وعندنا افقي وعمودي كما موضح لكم بالشكل. الشريط الصيغه الفورمولا بار هو الشريط يذبح اعلى ورقه العمل وتم فيه اظهار بيانات الخليه المحدد، يوجد فيه نهايه الزر
لتمديد وتوسيع الشريط الصيغي، ويتكون الشريط من 3 أجزاء تمام الشكل. إذا هذا الشريط يسموه شريط الصيغة. أول شيء يظهر به اسم الخلية اللي نتعامل بها. زين هنا الفاكشن أنت تريد تكتبها اللي هو الخلية نتيجة عملية جمع طرح أو أي معادلة تكتبها هنا. وهنا زر التمديد يعني وسع لك النافذة هاي. المستطيل الأبيض على اليمين ويتضمن محتوى الخلية النشطة. إذا المستطيل هذا محتوى الخلية النشطة، هذا المستطيل محتوى الخلية. زين الأبيض على اليسار عنوان الخلية. إذا هذا يمثل لك عنوان الخلية، يا خلية لا تعمل ياها. والرمز اف اكس في الوسط، هذا رمز الاف اكس يمثل الأداة من خلالها تستطيع الدخول أي معادلة أنت تريد تسويها، راح تكتبها في البرنامج اللي سوف يتم دراسته لاحقا. إذا هذا شريط الصيغة. يمكن إخفاء وظهار شريط الصيغة من خلال توبيب عرض ثم اختيار شريط الصيغة، ونلاحظ تقدر تخفي تظهر هذا الشريط وجود العلامة الصح عند ظهاره من خلال توبيب عرض الفيو واختفاء الأمر عن ثمن الشريط. شريط علامة توبيب الورقة، أكو بالأسفل شريط أيضا يسموه شريط علامة توبيب الورقة. يمكن أن التنقل بين ورقة ورقة كم ورقة عمل عندك سويت التنقل بيناتهم بالأسفل يسموه شريط تبويب الورقة. ضيف ورقة جديدة لورقة عامل ياها. شريط التمرير، أكو شريط تمرير، شريط تمرير هذا للتمرير وعرض محتويات ورقة العمل أفقيا عموديا. ها شريط التمرير هنا هذا اثنين. زين وعندنا آخر تقريبا شريط الحالة، عفوا نرجع لشريط الحالة. شريط الحالة أيضا اللي بالأسفل الموجود وسنتطرق له بحالة تتعامل ياها أنت حالة مثلا نرجع له هسه شباب أوضح تفاصيل أكثر. شريط الحالة إنه شريط الحالة يظهر في شريط في أسفل الشاشة وتجد عليه مالين، منزلق التصغير والتكبير اللي هسه هذا حكينا عليه، أزرار طرق وعرض المستند، أزرار وطرق عرض المستند إلى هاي الأزرار اللي هي عادي زين، وتخطيط الصفحة هاي الأزرار، ومعاينة قبل معاينة فواصل الصفحة. إذا تكبير وتصغير زين وعرض المستند لذني، وحالة المستند في وضع جاهز إدخال تحرير اللي هنا تظهر عندك. إذا هاي شريط الحالة. نروح إنشاء مصنف جديد، يعني ورقة عمل جديدة، شلون تسويها؟ من خلال توبيب ملف اعتيادي، أنت أول ما تفتح البرنامج هو راح يفتح لك ورقة عمل، زين؟ بس إذا كنت اشتغلت بورقة عمل، تشيل ورقة عمل جديدة من خلال توبيب ملف، تقدر فتح صفحة ملف، فتح صفحة جديدة تظهر عندك النافذة، كليك عليها يعبي لك صفحة جديدة. زين إذا إنشاء مصنف جديد فارغ، والبرنامج أوتوماتيكي من تفتحها يعطيك صفحة جديدة، بس إذا اشتغلت تحتاج صفحة أخرى تقدر عن طريق توبيب ملف صفحة جديدة تكليك عليها تفتح لك صفحة جديدة أنت تحتاجها كما في الشكل. زين أيضا من خلال مفتاح الاختصار كنترول ال زائد ان من ناحية المفاتيح، او من الاداه فتح موجوده في شريط الوصول السريع اللي حكينا عليه، تقدر ايضا شريط الوصول السريع تكليك على هاي يفتح عندك الصفحه الجديده هاي موضح عندكم هنا. اذا فايل نيو كليك عليها يفتح لك البرنامج ايضا موضح عندك نعم فعل عليها.
فتح مصنف، اذا عندك فد برنامج يعني عمل انت خازنه شلون تفتحه، اتوقع عندكم يعني عامل حاسبه يعرفها. زين روح للدوكيومنت مالتك انت وين مخزون، تنطيه فتح زين وتحدد اسمك وتعطيه اوبن عشان راح ينفتح. اذا راح تروح للدوكيومنت ليبر انت هو عندك البرنامج، تنطيه فتح عشان راح ينفتح بالمكان انت الخازنه بيه. يمكن تنفيذ امر الفتح وصول نفذ الحوار من طرق ايضا اكثر من طريقه، من خلال مفتاح الاختصار كنترول زائد او، من خلال مفتاح الاختصار كنترول زائد اف 12، من خلال الاداه، ايضا الاداه موجوده في شريط الوصول السريع. لان ايضا اكو طرق اخرى لفتح اي صيغه او شيء تريد تفتحه او عمل معين، هاي ايضا طرق اخرى اضافيه. زين هاي ايضا هنا مثال فايل، تطي له اوبن، تنفتح له بنطي اوبن، حددت مكان راح تطلع لك ملفات انت تريد تفتحها، تختار واحده من عندنا هذا راح يطلع لك العمل انت اللي اشتغلته. من خلال توظيف ملف هناك الامر اخيرا كذلك ملف عندك الملف توظيف فتح هناك امر اخيرا يطلع لك اخر شغل انت اللي اشتغلته مؤخرا، اكو توظيف الملف حفظه، حفظ الملف اكسل سيف، تقدر ايضا عن طريق الملف اذا اريد حفظ ملف بحفظ تكون حفظ باسم او حفظ موجود باسم جديد او في مكان جديد او كذا، ننفذ الامر حفظ باسم الموجود في توظيف ملف، سوف تظهر نافذه الحفظ باسم في الخانه يتم اختيار المكان المطلوب. اذا ايضا توظيف ملف سيف اس، تختار المكان زين في الكمبيوتر، بالكمبيوتر وين ديسكتوب، ايضا تحدد المكان تعطي كليك نانو، شو تسوي نانو بعد وراها تكتب اسم اللي الشغل اللي اشتغلته تعطيه سيف. اذا من خلال اسم الملف يكتب اسم المصنف الجديد في حفظه كنوع، تختار الملف المخزون وهو احتياج اكسل وورك بوك، وتضغط على الامر حفظ يتم حفظه بالاسم الجديد وتغير اسم احتياجي. اذا هاي حفظ الملف للاكسل. لهنا أنا شكرا جزيلا شباب لاصغائكم، هسه نقدر هسه بس اعطيكم بس فكره عن البرنامج. زين انا عندي بالحاسبه نوضح لكم اياه، نفتح برنامج هذا برنامج الاكسل. زين الاحتياج بالفتحه كليك عليه راح يفتح لك البرنامج هذا، برنامج مايكروسوفت اكسل 2010. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.